360 Smartphone Spylens، أداة صغيرة مبتكرة بواسطتها يمكنك تحويل هاتفك الذكي إلى منظار مؤقت يمكنك من خلاله التقاط الصور حول الزوايا دون أن يكشفك الآخرون. ببساطة قم بتركيب عدسة التجسس الذكية هذه على عدسة هاتفك، حيث تثبت الأداة في مكانها الصحيح بواسطة حلقة مغناطيسية ولا تتداخل مع وظائف هاتفك الذكي. تمنحك العدسة رؤية واضحة بزاوية 360 درجة، حيث يمكنها الدوران في جميع الاتجاهات. الأداة سهلة الاستخدام للغاية، وهي لا تحتاج إلى تنزيل أي تطبيقات خاصة للتشغيل، كما يمكن استخدامها مع جميع أنواع الهواتف، شرط أن يحتوي الهاتف على كاميرا بالطبع. هاشمي. هاشمي هو جهاز صوتي شخصي، وهو يعتبر أول قناع صوتي في العالم يستخدم بالتزامن مع الهاتف الذكي. يسمح لك هذا الجهاز المذهل بعمل المحادثات الهاتفية مع أصدقائك دون إزعاج الناس من حولك، وفي الوقت ذاته يحمي خصوصيتك وسرية محادثاتك. يعمل الجهاز بثلاثة أوضاع، وهي الوضع العادي Headset Mode، Passive Voice Muffled Mode أو وضع الصوت غير المسموع، وأخيرا وضع الصوت النشط Active Voice Masking Mode. في الوضع الثاني Passive Voice Muffled Mode يتم عمل عزل كامل لصوت المستخدم، وذلك بفضل وجود مواد عازلة فريدة من نوعها مدمجة في الجهاز من الداخل. تمتص تلك المواد الصوت بفعالية عند وضع القناع على الفم بشكل صحيح. أما وضع الصوت النشط فيكون باستخدام تطبيق مرافق للمزامنة مع الهاتف الذكي، كما يسمح لك باختيار الأصوات من مكتبة صوتية مدمجة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في الصوت بسهولة. يعمل هاشمي بشكل أساسي مع هواتف iOS وأندرويد، وهو يتصل بالهاتف لاسلكيا فقط عن طريق البلوتوث. الجهاز مزود ببطارية يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 10 ساعات بشحنة واحدة. للجهاز تصميم مريح وعصري، ويتميز الصوت الصادر منه بالوضوح والنقاء التام والجودة العالية. سيمتك سمارت سنسور، جهاز جديد مصمم خصيصا من أجل حماية أغراضك الثمينة والتي تخشى عليها من السرقة. الجهاز سهل التركيب والتشغيل، وهو غير قابل للاختراق. يطلق الجهاز إشارات تحذيرية فورية عندما يحاول أحدهم العبث به للوصول للأغراض المحمية، فهو يستخدم كل من الأشعة تحت الحمراء والضوء العادي لكشف الحركة بشكل فوري عند اقتراب الأشخاص بشكل مثير للشك. للتشغيل لا يحتاج الجهاز إلى أي تطبيقات إضافية، فقط لابد من توافر شبكة واي فاي وبلوتوث ومصدر طاقة خارجي. يرسل الجهاز إشارات الإنذار في صورة رسائل SMS إلى المستخدم على الهاتف الذكي، وهي طريقة آمنة. تستمر البطارية في العمل لمدة عام كامل دون الحاجة إلى الاستبدال. سباي فايندر، كاشف للكاميرات الخفية، عملي للغاية ومناسب للاستعمال بالنسبة لأي شخص، خاصة من يهتمون بتأمين خصوصياتهم وسلامتهم بشكل جاد في مواقف مختلفة كالرحلات والسفر وفي غرف الفنادق وحتى في دورات المياه العامة. الجهاز سهل الاستخدام، فهو مزود بزر تشغيل وإطفاء ومصابيح LED صغيرة عالية الإضاءة تسمح لك برؤية المكان المشار إليه بالضبط. يعمل الجهاز ببطاريتين مزدوجتين يمكنها الاستمرار في العمل لزمن طويل، كما يمكن تركيبها خلال ثواني. يعمل الجهاز في مدى يصل إلى 14 متر، ويقوم بعمل مسح كامل للغرفة خلال بضع دقائق ليكشف عن وجود أي كاميرا من أي نوع، سلكية أو لاسلكية أو رقمية أو تناظرية، حتى أنه يستطيع كشف الكاميرات المتوقفة عن العمل. ActSafe T116، جهاز تجسس عالمي يشبه تلك الأجهزة المعقدة التي تظهر في أفلام الجاسوسية. يستخدم هذا الجهاز على وجه الخصوص في الوكالات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون ومن قبل وحدات القوى الخاصة على مستوى العالم، فهو مناسب خاصة في العمليات السريعة. الجهاز مضاد للماء 100% حتى عمق 10 أمتار، ما يجعله مثاليا للاستخدام في كل من العمليات المدنية والبحرية. الجهاز مزود بخطاف قوي محكم التثبيت، يمكن إطلاقه فقط بضغطة زر واحدة. الجهاز مصنع بأيدي مجموعة من الفنيين والخبراء في المجال ليصبح على درجة عالية من الدقة والكفاءة في العمل، فهو جهاز فعال وقوي وعالي التحمل حتى في أصعب المواقف. من أهم مميزات هذا الجهاز الرائع هي كونه يعمل في صمت تام ودون إصدار أي ضوضاء، ما يساعد المستخدمين على العمل دون لفت انتباه المحيطين بهم في الجوار.
بيفوكلز نظارات مبتكرة من إنتاج الشركة الأمريكية نورث، أنيقة التصميم ومثالية للأشخاص العمليين الذين يهتمون بخصوصيتهم، فهي مزودة بما يشبه شاشة العرض المدمجة، ومع ذلك فلا يختلف مظهرها عن النظارات الطبية التقليدية. تعرض لك الشاشة المدمجة كل من التاريخ والوقت والاتجاهات وحالة الطقس والحالة المرورية، بالإضافة إلى مفكرة لإدارة المهام، كما تعمل أيضا كشاشة عرض للتلقين أثناء عمل العروض التقديمية. من خلال نظارات يمكنك طلب الخدمات المختلفة كأوبر أو تشغيل الموسيقى. تحتوي فوكلز على مؤقتات مدمجة لتذكيرك بمواعيدك الهامة، وإذا كنت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيمكنك من خلال نظارات استخدام كل من فيسبوك وواتساب، وكذلك استقبال وإرسال رسائل SMS والحصول على جميع التحديثات الخاصة بحساباتك المختلفة واستقبال الإشعارات. وفي حال سافرت إلى مدينة جديدة على سبيل المثال، تعرض لك نظارات أشهر الأماكن بالمدينة وأكثرها إثارة للاهتمام. يتم التحكم بالنظارات من خلال جهاز تحكم صغير يشبه الخاتم يتم ارتداؤه في اليد، ومزود بما يشبه عصا التحكم الصغيرة رباعية الاتجاهات. سنوبر سكوب جهاز رؤية ليلية مدهش صغير الحجم، يمكنك أخذه معك إلى أي مكان، وهو مثالي خاصة للمصورين وصناع الأفلام، كما يمكن استخدامه في الأغراض العسكرية أو الشخصية. الجهاز في الواقع هو أداة تأمين وتجسس ممتازة، حيث يسمح لك بكشف المنطقة المحيطة بأمان وسرية تامة بغض النظر عن درجة الظلام، فهو يساعدك على رؤية الأشخاص في الظلام الحالك على مسافة كبيرة حتى دون أن يتمكنوا من رؤيتك. الجهاز سهل الحمل، وهو مزود بميكروفون مدمج ومسجل فيديو بنقاء 1280 على 720. يمكنك بواسطة الجهاز أيضا نقل صور حية مباشرة من خلال الإنترنت، ما يجعله مناسبا للاستعمال في عدد ضخم من المواقف. من المثير للاهتمام أنه بإمكان الجهاز أيضا الرؤية من خلال المواد المختلفة كالنسيج والسوائل والأحبار. يعمل الجهاز بالأشعة تحت الحمراء، وهو سهل الاستخدام بالنسبة لكل من المحترفين والمبتدئين على حد سواء. سكاوت تي كي سكاوت تي كي من فلير هو جهاز رؤية حرارية صغير الحجم خفيف الوزن وفعال، بواسطته يمكنك كشف المنطقة المحيطة بوضوح تام في الظلام أو في الإضاءة الضعيفة. يكشف الجهاز كل من الأشخاص والأشياء والحيوانات على مسافة أكثر من 90 متر، كما يمكنك أيضا بواسطته التقاط الصور وتسجيل الفيديو. يستشعر الجهاز الحرارة في حالة الظلام التام، وهو بسيط وصغير الحجم حتى أنه يناسب راحة اليد، كما يمكنك حمله في جيبك بسهولة. يحتوي الجهاز على 4 أزرار، وهو سهل الاستعمال حتى بالنسبة للمبتدئين. يبلغ مجال الرؤية للجهاز 20 درجة على 16 درجة، ويتم عرض الصورة على شاشة LCD بجودة 640 على 480 بكسل. الجهاز مقاوم للصدمات في حال سقوط من ارتفاع مترين، كما أنه مقاوم للماء، ولكن لا يوصى باستخدامه تحت الماء على أعماق كبيرة. يمكن تنزيل الصور ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الجهاز باستخدام وصلة USB. تكفي الشحنة الواحدة للبطارية العمل لمدة 5 ساعات، كما يبدأ الجهاز في العمل بعد التشغيل خلال أقل من 5 ثواني. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الأجهزة المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.